مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطار قوية أحيانا رعدية من 20 إلى 70 ملم، وتساقطات ثلجية من 10 إلى 35 سنتيمتر، ورياح قوية نسبيا من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة، مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من المناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية بكل من شفشاون، تاونات، تطوان، الحسيمة، وزان، صفرو، إفران، تازة، بن ملال، خنيفرة، ومن 30 إلى 70 ملم، وكذا بالعرائش، طنجة، أصيلة، القنيطرة، من 20 إلى 40 ملم، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبيا من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة بالسيس والريف والأطلسين الكبير والمتوسط وشرق المملكة، وذلك ابتداء من منتصف نهار الخميس إلى غاية منتصف نهار الجمعة. وأضافت المديرية العامة أن تساقطات ثلجية مرتقبة أيضا فوق المرتفعات التي يتجاوز علوها 2000 متر من 10 إلى 35 سنتيمتر بكل من أقاليم إفران، بولمان، بن ملال، تازة، أزيلال، ميدلت، وذلك ابتداء من منتصف نهار الخميس إلى غاية الثالثة من بعد زوال الجمعة. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطار قوية أحيانا رعدية من 20 إلى 70 ملم، وتساقطات ثلجية من 10 إلى 35 سنتيمتر، ورياح قوية نسبيا من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة، مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما شاهدتوا معنا، يعني الحمد لله الله رزقنا بهذه الأجواء صراحة. هاد فعلا كنا كنتسناو هذا الجو هذا يعني بفارغ الصبر، خصوصا أن الصيف قاتل شهر تقريبا تاع شهر 11، راه ماشي شي حاجه سهله. الحمد لله في هذا الشهر هذا كاين الحمد لله امطار بخير. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية بالنسبة للنسرين كتسولنا اش من مدينة، انا نقول لك دابا اختي المدن اللي معنية بهاد النشرة هادي. اوضحت المديرية في نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالي انه من المرتقب نزول امطار قوية احيانا رعدية بكل من شفشاون، تاونة، تطوان، الحسيمة، وزان، صفرو، افران، تازة، بن ملال، خنيفرة، من 30 حتى 70 ملم، وكذلك بالعرائش، الفحص، أنجرة، طنجة، أصيلة، القنيطرة، من 20 حتى 40، مع تسجيل هبات للرياح قوية. هادو بالنسبة للرياح قوية نسبيا من 50 حتى 70 كيلومتر في الساعة، كاين بسايس، الريف، الأطلسين الكبير والمتوسط وشرق المملكة، وذلك ابتداء وأضافت المديرية العامة أن تساقطات ثلجية مرتقبة أيضا فوق المرتفعات التي تتجاوز علوها 2000 متر من 10 إلى 35 سنتيمتر بكل من أقاليم إفران، بولمان، بن ملال، تازة، أزيلال، ميدلت، وذلك ابتداء من منتصف نهار الخميس إلى غاية الثالثة من بعد زوال الجمعة. يعني الحمد لله كاين أمطار الخير، كاين رياح أيضا مرتقبة بالعدد من المناطق، وكاين أيضا تساقطات ثلجية. يعني الحمد لله، وتقريبا في كاع المدن وفي كاع أقاليم المملكة. وهنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر، كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم على حسن التفاعل ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في مباشر آخر، موضوع آخر. السلام عليكم.